ماذا نقول عن أول النوم؟ أول النوم نعاس. نعاس صح. نعاس نعاس، وهو أن يشعر الإنسان بالحاجة إلى النوم، فإذا ثقل النعاس. إذا ثقل النعاس كان الوسن. الوسن صح. الوسن، الوسن هو أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان. ها وفترة النوم، هل لفترة النوم اسم أو تعبير معين في لغتنا العربية الدقيقة التعبيرات؟ نعم. فترة النوم هي الكرة. الكرة صح، الكرة. لا لا، يبدو أنك ستربحين الجائزة الكبرى حتما. والنوم الخفيف؟ النوم الخفيف إغفاء. إغفاء صح، إغفاء. إغفاء، أغفى يغفي إغفاء، أي النوم الخفيف. والنوم الثقيل أي العميق. فكري جيدا، فأنت تصعدين إلى الجائزة الكبرى بهمة ونشاط ويقظة تامة، رغم أن موضوعنا هو النوم أو الكرى. والنوم على أنواع، فالنوم الخفيف، وماذا نسمي النوم العميق؟ هجوع. هجوع، الهجوع. هجوع صح صح، هجوع، هجع يهجع هجوعا، أي نام نوما عميقا. والنوم الطويل؟ ما هذا يا أستاذ؟ هل هناك نوم طويل ونوم قصير؟ أجل، ففي لغتنا العربية، لغة الدقة الشديدة في التعبيرات، تعبير خاص عن النوم الطويل. ما هو؟ ها؟ لا بأس عليك، من حقك أن نتبرع لك نحن بالجواب هذه المرة. النوم الطويل نسميه رقاد. ماذا؟ رقاد؟ رقاد.